تحبيداتي صحاباتي مهماتي لاباس عليكم. اليوم جبت لكم واحد الوصفه بهذا المكون. ايها البنات راي بي جميله، وشكون اللي ما كيعرفوش وصفه لزياده الوزن، تسميل الجسم بالكامل والمناطق الانثويه بالخصوص. ما تنسونيش باللايكات وبالتعليقكم الى عجبكم الفيديو. يلا ندوز على بركه الله. السلام عليكم كبيدات جولي، السلام عليكم غزالات جولي، لاباس عليكم، اموركم بخير وعلى خير. جمعه مباركه الله يدخلها عليكم ان شاء الله باش ما تمنيتو. هذه اخر جمعه ديال شعبان ياك البنات، ان شاء الله الجمعه الاخرى تلقانا في رمضان. الله يسر الجميع والله يخطيكم عليا. نبداو النهار ديالنا ولا فيديو ديالنا بالصلاه والسلام على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الاجمعين. نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وبالف صحه جيده. ما تنساونيش البنات باللايكات ديالكم بتعاليقكم. اللي باقي ما فعل الجرس يفعلوا باش يوصلكم كل جديد. هذا هو الشعار ديالنا ديما ديال المقدمه. كيف ما شفتوا في العنوان وصفه رائعه اللي غادي تنفعك وتنفعك بزاف الناس اللي نحافين بزاف، والناس اللي كيعانيو من النحافه في رمضان. كاين شحال من واحد كيكون البوا ديالو مزيان وفي رمضان كيضعف. ايها البنات بحال شفتوا بعينيكم في رمضان كيتنقص تيتنقص بزاف. اليوم جبت لكم وصفه مكوناتها طبيعيه شي حاجه اللي واو. ولكن قبل بزاف منكم جاو عندي الانستغرام وبزاف منكم كيسولوني في لي كومونتير كوثر عافاك دابا رجلاتنا الحجر الصحي المهم داكشي مخربق بينا نخدموا كوثر شي خدمه وما عرفناش عندنا الوليدات. راه البنات راني قلتها وعاودت قلتها وعنعاود نقولها، يمكن لك تخدمي وتصوري زباله ديال الفلوس. اي من دارك هز التليفون هزه مضيعه الواي فاي مضيعه، علاش ما تصوري به الفلوس؟ ايها البنات مع شركه اوريفلام نحمد كما قلت لك جلسه هز التليفون جلسه كونسوميا الواي فاي كونسوميا، علاش لا ما تخدميش من دارك تليفونك؟ شركه اوريفلام البنات. ايها البنات بزاف منا حاقرها وتيقول لا ما فيهاش الفلوس فيها ماشي غادي تخرجي برا اولا غادي تبقي جالسه في الشمس. لا غتخدمي من تليفونك السيده اللي مكلفه. غنخلي لك الادمين ديالنا ديال الجروب حتى انا خدامه فيها البنات بحالي بحال كلشي ولا كلشي خدام فيها حيت الحمد لله فيها مدخول اللي هو مدخول محترم ممكن انه يحيد لك بزاف ديال المشاكل. غنخلي لكم نمره السيده هنايا اللي مكلفه بينا وغتشرح لك كلشي ودخلي على توكل على الله وغادي تشرح لك. ماشي غادي تبقي تخرجي للزنقه ولا ديري، غادي تشرح لك هي كلشي. دخلي عندها النمره خليها لكم هنا وتوكلي على الله وحيدي ليا العجز. ما تبقيش جالسه تخمي راه ما عنديش الفلوس. راه انت اللي ما بغيتيش تجيلي الفلوس وما بغيتيش تخدمي على راسك بين قوسين على الناس اللي قالوا لي بيخدموا. بالنسبه للبنات الوصفه اليوم واعره ديال زياده الوزن تكبير الجسم كامل وخصوصا المناطق الانثويه. هذه الوصفه كتقد لك الفصال البنات. اي مكوناتها فنين ندوز على بركه الله. يلا البنات نبداو بسم الله على بركه الله في اول مكونات اللي كنحتاجو في الوصفه ديال اليوم اللي شي حاجه واعره اللي غني بماده الاستروجين هو الزنجلان البنات او السمسم. بزاف منكم قالوا لي عندهم نقص ماده الاستروجين هي اللي ما خلاتهمش يغلظوا. اي البنات الا ما عندكش الاستروجين ما يمكنش يكبروا لك المناطق الانثويه. وصفه اليوم رائعه لكل واحد كيعاني منكم من النحافه. المكون الثاني وهي الحلبه. الحلبه غنيه عن تعريف انها غنيه بماده الاستروجين كتكبر لنا المناطق الانثويه. الناس اللي عندهم مشكل ديال الصدر اي مشكل عندك، الناس اللي عندهم مشكلة المعدة المصران الحلبة ما ممكنش تخطى اي بيت نوصي بها اي واحد. هي شي حاجة اللي فينا فينا البنات. المكون الثالث وهي الصوجة او فول الصويا. كاين بزاف منكم اللي غلط تقول لا مضرة كدير شي حاجة. لا البنات فول الصويا او الصوجة شي حاجة اللي رائعة غنية عن تعريف لزيادة الوزن تكبير المناطق الانثوية افراز ماده الاستروجين اللي كنحتاجوها لزياده الوزن وتكبير المناطق الانثويه اللي حنا كلشي كيعاني من نحافه خصوصا هذا الشهر. والبنات قالوا لي عطينا شي حاجه اللي ايفيكاس في هذا الشهر جربوا هذه البنات توكلوا على الله وجربوها ردوا عليا الخبر. المكون الرابع وهو الشوفان او الخرطال. البنات كلشي كيعرف ان الخرطال او الشوفان الى طب كيضعف، ولكن لا دار هكا ودار مع العصير او لا دار مع سلطه كيسمن وكيغلط وكيغلط على الصحه. هذه الوصفه اللي عطيتكم ماشي غادي تغلاضي وتقطعيها وترجعي تضعفي. الا البنات غادي تغلاضوا على الصح وغادي تبقاي في البوا وغادي تبقاي تاكلي مزيان وغادي تكوني بخير وعلى خير الا شديتي هذه المكونات. المكون الاخير وهو حبوب اللقاح. رائع 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 البنات راه مكتوبين فيه. عافاكم الله يعطيكم سعر الثمن ديالو 20 درهم. ما تاخذوهش محلول ايها البنات، خذوه مسدود ويكون مونبالي حيتاش هو كي بحال كيحيدوا منه الطيور واحد المادة تتكون تاع الزيوت خصها تكون تبقى فيه. ما عرفتش كي نقولها لكم البنات ولكن نتوما فهموني. خاصو يبقى مأمبالي ويبقى مسدود باش يبقى دوك الدهون
طيارة تبقى زوت الطيارة تبقى فيه، هذه هي الكلمة اللي بغيت نقول لكم، زوت الطيارة اللي كنحتاجوها تبقى فيه. غادي ناخذ هذه المكونات بربعة كيف ما شفتوا معايا، غادي البنات اللي تيقولوا لي واش نغسلوا، أي وصفة عطيتها لكم البنات تنقيو وتحيدوا الحجر تغسلوا وتديروا في الفران، ما تخليوش البنات تحرق، إلا تحرق كيمشيو لينا المنافع ديالو، غادي هي تحمري حتى تشمي الليدام ديالو تشمي الزيت ديالو. المكونات كاملين غادي يتنقاو ويتحمروا ويداروا في الفران، ما تفوتيش لهم في الفران واحد جوج دقائق 3 دقائق، هي حتى ينشفوا وحتى تشوفيهم هي تقلاو شويه، من بعد جبديهم. الا البنات حبوب اللقاح، حبوب اللقاح الوحيد اللي غادي يبقى هكاك. غادي ناخذ هاد المكونات وغادي نطحنهم، غادي نطحنهم مزيان حتى يوليو لينا هي غبره. غتاخدي الجنجلان وغناخدو الشوفان وتاخدي تاخدي فول الصويا وتاخدي الحلبه وتطحنيهم مع بعضياتهم. هاد الوصفه البنات الا جربتوها وزني قبل ما تستعمليها ومن اسبوع الفوق عبري شوفي شحال ولا فيك الوزن. ما يمكنش هذاك الشيء، عشان نقول لكم البنات عافاكم الا تبقاو تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا طريقه الاستعمال، كل شيء على طريقه الاستعمال، كل شيء على هاد الهضره اللي كنقول لكم، راه ما تنقولها لكمش من فراغ. بغيتوا تغلاضوا صبروا لهذا الشيء، ما بغيتوش تغلاضوا كي كتفرجوا في داك الشيء ما عرفت لكم. المهم بعد ما كناخذوا المكونات طحنيهم كترديهم كشكل ديال السفوف، راه كلشي كيعرف السفوف، يعني غطحنيهم مع بعضياتهم وتخلطيهم مزيان. من بعد ما تخلطيهم اما من الاحسن ديرهم شي قرعه الزاج باش ما يبقاو يعني ما توليش فيهم الريحه غامله، ولا عندك بلاستيك. بالنسبه كيف ما وريتكم البنات عندي هاد لي بوا ديال البلاستيك تيكون كاليتي والريحه ما كيديروش لينا شي ريحه، يعني كتبقى الحاجه كما تديريها كتبقى صافي. من بعد ما كنخلطهم مزيان كتاخدي ملعقه كبيره، نتمنى البنات ديروا العبار. بالنسبه لي غيسولوني على العبار ديال المكونات، 100 غرام من كل مكون الا حبوب اللقاح غتاخدي ملعقه كبيره وتلخر عليه تضيفيها، ما غاديش تضيفيها ولا تطحنيها معاهم، الا غتخليها هي حبوب، من الاحسن حبوب اللقاح ما يتطحش، يبقى حبيبات غادي تضيفيه من بعد ما طحني هاد المكونات كاملين يعني غادي تضيفيه، وتاخدي كميه تاع 100 غرام 100 غرام بيتي ديري كميه اكثر، ديري 200 غرام ديري 200 غرام ولكن تكون نفس الكميه. ودابا ندوز معكم طريقه الاستعمال. صافي البنات رجعت معكم كيف ما شفتوا معايا، من بعد ما طحنا المكونات كاملين كي شفتوا، بالنسبه انا غادي نبارطاجي معكم الكميه ديال، حيت هاد الوصفه كتاخذ جوج المرات، لا بتبدايها من رمضان غتاخديها مورا الفطور بنصف ساعه وتاخديها قبل ما تنعسي، اخر حاجه قبل ما تنعسي قبل ما تصحي غتاخديها. غتاخدي ملعقه كبيره من دوك المكونات اللي شفتي مطحونين، كملعقه كبيره، واول حاجه نتيجه رائعه مع رايبي. ايها البنات، البنات اللي عطيتها لهم تحيه لهم من هنا في الانستغرام، مع رايبي 15 يوم ولو بومبا، قالت لك راه تبارك الله قداش ولينا مده ديال 15 يوم. انا البنات كنقول لكم كلشي بصراحته، 15 يوم غتشدي تشدي معلقه كبيره وغادي ديريها فيه جوج المرات. الناس اللي نحاف 35 كيقولوا لي ثلاثه المرات، ولكن الناس اللي فيهم 50 كيلو بيغلاضوا جوج المرات تعطيكم نتيجه، ونتيجه في 15 يوم. بالنسبه للناس اللي غيسولوني انا كنعطيكم الاجوبه تاع اي حاجه. بالنسبه للناس اللي بيسولوني نديرها مع الشوكولات، ممكن دوك المكونات كاملين اللي طحناهم نخلطوهم مع هاد الشوكولات، بالنسبه لهذا كيجي 25 درهم تخلطيها معاه وتبقاي تاخدي جوج ملعقات كبار كل نهار، اولا ثلاثه الملعقات كبار كل نهار. اللي بيدير هاد الشوكولات يديرو، والبنات اللي كيبغيوني حتى اللي يديرها لكم الاختيار. بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحليب ديروها مع الحليب. بالنسبه شكون ننصح به ما يستعملش هذه الوصفه؟ فقط الحامل، الحامل ما ننصحهاش بهذه الوصفات كلهم، لانها شي حاجه اللي سونسيبل والجاني تيكون سونسيبل، ما كاينلاش نخاطروا به. صافي البنات هما المكونات ديال الوصفه، نتمنى ان شاء الله نكون قلت لكم كلشي وشرحت لكم كلشي وعطيتكم كلشي. تهلاو لي فريسكم، كنحماق عليكم كنموت عليكم، يا احلى متتبعات ديال قناتكم. تهلاو فيديو جديد، بسلامه.